ذكرنا أنه منذ عدة سنوات بدأنا التحرك باتجاه الهند والصين وغيرها من الدول لكي نتخلى عن التعامل بالدولار والانتقال إلى التعامل بالعملة الوطنية، وهذا النهج سوف يستمر ويتعزز لأن ذلك في مصلحتنا، وكذلك سوف نقدم للهند كل البضائع والمنتجات التي ترغب الهند بالحصول عليها. وعلى مستوى وزراء المالية والصناعة لدينا علاقات واتصالات متينة وجيدة، وأعتقد أننا سنتمكن من تخطي العوائق الاصطناعية التي وضعت أمامنا كالعقوبات من أحادية الجانب وغير الشرعية، وسوف نتمكن من إيجاد حلول لهذه المشاكل. هناك ضغوطات على وحملات عنيفة ضد روسيا، فكيف سوف يتم التعامل مع هذه الحملات؟ لدي ثقة بأن الشراكة لا تتعرض أو لا تتعلق ولا تعتمد على أي ضغوط خارجية ولا تعتمد على أي ابتزازات، فإن علاقاتنا مع بين روسيا والهند والصين وغيرها من الدول ثابتة، والغرب عندما يفرض هذه الضغوطات على هذه الدول فهذه سياسة غير منطقية وغير فعالة، وعندما يفرضون مبادئهم وقواعدهم على الآخرين فهم لا يدركون حتى القواعد والقوانين في الدول التي تفرض عليها. السؤال غير واضح للأسف، الصوت سيء. على ما يبدو السؤال حول العقوبات. إن العقوبات قد فرضت على الجميع، وشركان الغربيون قد أظهروا وجههم الحقيقي في الأيام الأخيرة، ولا وجود لأي شكوك بأن معظم الدول على الأرض تدرك تماما ما يجري وترفض تلك التصرفات التي يتخذها شركاؤنا غير الموثوقين. فيما يخص الأوضاع في أوكرانيا فلقد وصفتوها بالحرب، وهذا يخالف الحقيقة، وإنما هي عملية عسكرية خاصة ترتكز وتركز على حماية المنشآت المدنية، وتهدف فقط لتدمير المنشآت العسكرية لكي تحرم نظام كييف من الإمكانات لتهديد أمن روسيا. وهذه القدرات قد تعززت لدى أوكرانيا على مدى السنوات من قبل دول حلف شمال الأطلسي التي ترغب أن تشن مواجهة وتخلق مواجهة بين شعبين الأخين، وهذه العملية عملية توسيع الشرخ بين بلدينا قد جهز لها منذ عدة سنوات، وكذلك تبين أن النظام المالي غير مضمون وغير وثيق
مع شركائنا الغربيين، وبالتالي فنحن نعلم بأن هذه المنظومات يمكن أن تغلق في أي لحظة، وأن أصحاب هذه المنظومات يمكن أن يسرقوا أموالكم بأي لحظة من اللحظات. لقد تحدثت عن تصدير النفط وغيرها من التقنيات العالية، أو وهذا يجب أن يجري فقط على أساس المنافع المتبادلة والمشتركة. كما تعلمون من هذه خطوة طبيعية عندما تكون منفتحا على العلاقات المتبادلة المنفعة ومتبادلة الاحترام في كافة المجالات، وعندما يتم التعامل مع هذه الانفتاحية بغضب غير مبرر من قبل الدول الأخرى، فهذا غير موضوعي وغير طبيعي عندما يقوم الشركاء بلعب دور كبير في تجارتك وتصديرك عن طريق فرض العقوبات. فكما تعلمون أن هذه العقوبات قد طالت لعدة سنوات، ونحن الآن نتعرض لعقوبات كثيفة من دول الغرب وغيرنا من الدول كذلك تعرض لهذه العقوبات، وعلينا أن نعتاد كيف أن نعيش ضمن هذه الظروف لكي تكون أوضاعنا وأوضاع شركائنا الحقيقيين جيدة. إن بعض الدول الغربية لديها خطة أو تتحدث عن خطة ب لدى روسيا، وأن الدول الغربية لن تقبل بأي خطوات من روسيا أو تصرفات روسيا التي تقوم بها. ونحن نرى كيف بريطانيا قد تفرض عقوبات على روسيا فيما يخص تصدير الغاز إلى أوروبا، فإن رئيس بلدي قد أعلن عن تصديق مرسوم بشأن توريد الغاز مع الشروط التي أعتبرها أو وفقا لوجهة نظري تعتبر مقبولة بالنسبة للغرب، لأن الغرب يدفع ثمن العقود بالعملات الأجنبية، وبعد ذلك يقوم الغرب بمصادرة هذه وتجميد هذه الأموال. فالولايات المتحدة مثلا تقوم بطرح خطتها، ولكن الخطة التي طرحتها روسيا تعتبر عادلة.